الأزمة فين في الأدوية؟ وإزاي إحنا كنا من كام يوم كنا بنناقش إن شخص واحد يقدر يتحكم في نسبة وجود البنسلين في مصر ويتم القبض عليه؟ يعني إزاي هي باينة عشوائية أو مش منظمة إزاي؟ دي أجمل بداية إن سيادتك بتقولي إن شخص واحد بس تحكم في نقص عقار بيأثر على صحة مواطنين. فهنا بنقول فين دور الوزارة اللي احنا بنقول دايما انتوا في من ازماتنا. احنا على فكره عندنا حلول مقدمينها من سنين طويله ولكن ما بتاخدش بيها. اهم المشاكل اللي عندنا هي ان انا مش شايف المشكله. وزاره الصحه النهارده بيقول 13 صنف وفرت ما اعرفش كام بقوا 9. كلام مش مظبوط. ليه بقى؟ والمبالغه برضو مش مظبوطه. يعني في بعض الناس بيقول لك ده في عندنا اكتر من 2000 صنف ناقصين، ده برضو مش مظبوط. في تقديرات بيقول لك 1200 صنف، يعني بعض المنظمات هي رؤيه الوزاره اللي احنا بنقول يعني الرؤيه بتاعتها لو اتطبقت كحل هيبقى شيء كويس. يعني هو بيحكم على النواقص بتاعت الادويه اللي هي الاصناف اللي ملهاش مسائل. انا عايز افهم يعني ايه اصناف ليس لها مسائل لكن لها بدائل. بالظبط. هقول اما اشرح ده وهنوضح الرؤيه بتاعت وزاره الصحه لو اتطبقت بقرار حتى اقل ما فيها قرار يصدر بامضاء صغيره من وزير الصحه ازاي يحل ازمه 90% من المشكله بتاعتنا بتاعت نواقص الادويه. ازاي بقى؟ عندنا في حاجه اسمها صندوق المسائل، صنف ماده فعاله بتنتج ل 12 شركه ب 12 اسم مختلف. بس هي نفس الماده الفعاله، نفس التركيز، نفس الكفاءه والفعاليه. لكن لها 12 شركه بتنتجها. المواطن بيلاقي في يوم من الايام صنف منها نقص، متعود العلبه الخضراء اللي ثمنها كام. بالظبط. ما يعرفش ان في منها كام نوع تاني بنفس التركيز والكفاءه والفعاليه. نفس الفرق الفعالية. بقى اسم العلامه التجاريه زي ما بيقولوا، اسم بتاع العلبه اللي مختلف، اسم الشركه اللي مختلف. بالظبط. وعنده الكارثه الاكبر ان هو الطبيب اللي راح له، في بعض الاطباء عاملين ديل مع الشركات بيقول له اوعى تاخد البديل، لازم نحط دي هنا كلمه مشهوره جدا عند الدكاتره، لازم حضراتكم تحطوا هنا علامه اكس. اي طبيب بيقول اي مواطن اوعى تاخد البديل يشك فيه. لازم يقول له لو ما لقيتش ده اسال الصيدلي اللي هو ليه في الدواء البديل بقى. المثيل بقى. صحيح. عشان البديل ده بقت سمعه يعني سائل الدواء اساسا. يعني فهو بيعمل كده ليه برضه؟ ده بيعمل كده يعني سائل لمصلحه او منفعه شخصيه مع شركات ديل مع شركه معين. من الشركات بتقول له لو انت بعت لي او انت كتبت لي مثلا عدد كذا من الاصناف دي فهنديك مكافأة مقابل ده سفرية أو خلاف. وبعض الأطباء في طبعا منهم ناس كتير شرفاء، ولكن دول دي المشكلة اللي عندنا. فعايزين نلغي فكرة البديل عند المواطن، بنقول له خد بالك من نقطة مهمة جدا، لكل دواء أكتر من مثيل بنفس التركيز نفس الكفاءة. بس هو هيعرف ازاي بقى؟ هيعرفوا ازاي؟ دي بقى ما هي دي بقى النقطة اللي بنتكلم فيها، إن المواطن مش ذنبه يفكر في ده أو مش مستني إن هو يعمل حاجة زي كده، مش هو المسؤول. يبقى برجع بقى لمين؟ الوزارة المسؤولة. طب انت لما تيجي تصنف الدواء اللي ناقص في السوق بتقول لي والله انا عندي في حوالي 1000 صنف دواء ناقص له مسائل متوفره في السوق، فبالتالي ما بحسبوش عندي نواقص ادويه، وافكر في الاصناف اللي مالهاش مثيل. حلو جدا. طيب ما بدل انت بتعمل قصه زي كده والمواطن مش حاسس باللي انت بتقوله، طب ما تخلي القصه من عندك انت من الاول واعمل حاجه اسمها تداول الدواء بالاسم العلمي. يبقى الاسم العلمي ده اللي بيطبق اول حاجه مرحله مش باسم الشركه، مش بالاسم على العلبه يعني. بالظبط. الطبيب بيكتب بالاسم العلمي. هنا بقى المواطن بيروح بيلاقي مثلا دواء اسمه بسيه مثلا باراسيتامول، عندي 12 صنف باراسيتامول بختار بقى. ودي في ميزه للمواطن كمان، انا بختار السعر اللي انا عايزه، انا عندي فيه ب 5 جنيه وب 7 جنيه وب 10 وب 20 وب 50. صحيح. انا عايز ب 50 او ب 50، لو انا مواطن على قدي اخد ب 5 جنيه. مع العلم ان هي نفس الماده، تركيز الماده الفعله في الدواء هي في كل الادويه من 5 لغايه 50. الدواء بين قوسين الدواء مش سيراميك، مش منه فرز اول وفرز ثاني. بس معلش كله زي بعضه يعني، ما هو برضه دي شيء جزء منها له علاقه بضمير الشخص. انا ازاي يعني ازاي هطبقها؟ هفرض على يعني ازاي هقدر اراقب كل مثلا الدكاتره او الاطباء؟ لا ما هي انا بقول مرحله مبدئيه زي ما حصل في دول المحيطه بينا، السعوديه والاردن والامارات عملوا القصه دي. اي روجيتا بتيجي لاي صيدليه عليها دواء بالاسم التجاري في عقاب للطبيب نفسه. يبقى الاسم العلمي بيتكتب مبدئيا. ده رقم واحد. ماشي. لحد ما بعد كده نعمل الدواء نفسه اللي مكتوب على العلبه الاسم بيكون الاسم العلمي بخط كبير، والعكس الاسم التجاري خط صغير. دايما تلاقي كل علبه عليها اسمين، اسم كبير قوي كده ده التجاري، تلاقي تحت مش باين قوي اسم صغير ده الاسم العلمي. عايزين نعكسها، سهله جدا في التطبيق مش صعبه. اسمك زي ما هو موجود كشركه، ولكن الاسم العلمي ده اللي هيحل لي ازمه نواقص الدواء بنسبه 90%. نفكر بقى في ال 10% اللي باقيين. نفكر بقى عندنا في وزاره الصحه لجنه اسمها لجنه دعم ونواقص الادويه. فانا بتكلم على اللجنه دي، مهم جدا
انا عندي رؤيه استراتيجيه واضحه بوفر فيها الدواء لمده قد ايه، ولكن المشكله اللي عندهم ما كانتش في ان عندي المصادر الصح اللي على الارض اللي بتقول لي الدواء ده ناقص ولا مش ناقص. عشان كده عندنا البنسلين اما ظهرت احنا خدنا تقريبا حوالي شهرين تواجده في الجمهوريه قد ايه مثلا بالظبط، والنسب واوراق وتركيزات والتجمعات. هي سهله، اصل القصه احنا محسوبه عند بعض الناس اللي بتفكر بتعمل احصاءات واضحه. انا عندي 6 مليون استهلاكي السنوي عبوه. طيب انا عندي موفر 900,000. انا عندي ازمه طبعا، ففي عندي فجوه، اما يعني بوفر انا 500 بس عندنا الكارثه. عشان كده احنا في اي لقاء اما حد يسالني قول لي اصناف دواء ناقص دلوقتي ما بقولوش، عشان المواطن اول ما يحس ان في سين اتقال ان الدواء ده هينقص او ناقص بدل ما يجيب علبه او اتنين بيجيب خمسه كده خمسه عشان لازم تتفاقم بسبب المواطن نفسه حريص عشان يوفر الدواء بتاعه ده. طب معلش يعني حضرتك برضو انا عايز هرجعك من الاول نقطه تاني. طب هو الاصل ليه ناقص؟ يعني مش حصلت هذه الازمه اكتر من مره وجود الازمه اصلا مع السكر ومع اكتر برضو من صنف دواء، وفي الاول كانت ازمه عمله وبعدين اتحلت ازمه العمله وبعدين تدخلت الرئاسه في بعض المواقف. ليه يعني ليه ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيخلي الدواء اصلا ينقص؟ اولا ما هي دي القصه بقى، احنا بنتكلم احنا دايما بنقول ليها حل. احنا كنقابه صيادله دايما بنقول مش المشكله فين، المشكله موجوده بس حلها فين. اصل بعض الشركات بتقول لي بس حضرتك بعض الشركات بتقول ما انت مش انا مش عارف استورد الماده الخام الفعال بالظبط، فهو ليه مش عارف يستوردها؟ عشان العمله ولا عشان في قيود ولا ايه؟ يعني عايزين نفهم الحته دي. عشان نفهم ده هنفهمه من خلال حلول كانت موجوده قبل كده مش جديده، وفي حلول لازم تكون موجوده الفتره الجايه. يعني مبدئيا الماده الخام، يعني لا يعقل ان انا بكون بستورد اكتر من 95% من المواد الخام في مصر، بل الاكتر من كده. مدخلات الدواء نفسها، الشريط نفسه الومنيوم فويل ده بجيبه من بره، الورق بجيبه من بره. انا عندي مصنع كرتون في حلوان واقف ما بيشتغلش، دي الكارثه بتاعتنا. لكن انا عندي الشركه بيقول لك لا والله انا متعاقد مع شركه سين بره مصر بتجيب لي الومنيوم فويل بصوره كويسه جدا. بس احنا عندنا صناعه برضه دوائيه في مصر محليه قويه ولا ايه؟ ولا راح فين؟ كانت وعشان ما فيش دعم كافي. ده احنا كنا بنصدر وما زلنا بنصدر احيانا ولا لا؟ الكارثه بتاعتنا احنا كنا بنصدر. ده انا عندي اصحاب في امريكا بيطلبوا مننا ادويه من مصر هنا بتاعت كل ما يخص الجهاز الهضمي. طبعا كل ما يخص الجهاز الهضمي بيطلبوا الدواء المصري ورخيص جدا و10 جنيه. احنا الصناعه عندنا في مصر من سنه 34 وكنا بنصدر تقريبا يعني نص دول المنطقه مصر، ومعلمين معظم دول المحيطه بينا ازاي تصنع الدواء. تخيلوا بقى اما كنت انا بصدر بارقام ضخمه جدا، دلوقتي انا بصدر بكام؟ كنت بغطي نص دول المنطقه، دلوقتي بصدر ب 300 مليون دولار فقط. انا عندي 152 مصنع ادويه و1200 شركه تصنيع لدى الغير. بصدر ب 300 مليون دولار. انا جنبي فدي نسبه قليله تعتبر طبعا جدا. انا بقارن بين دوله لسه ناشئه جديد مع احترامنا ليها دوله الاردن في قطاع الدواء، عندهم تقريبا حوالي 12 مصنع تقريبا بتصدر ب 7 مليار دولار. ما شاء الله. بس هم فطنوا للازمه. لازم يكون عندي وبدأوا يصنعوا هم الماده الخام ولا عندهم ولا عمل في البدايه ايه الريجوليشنز بقى الحاجات اللي بتنظم العلاقه بين كل مسؤول والاخر. حاجه اسمها هيئه مستقله للدواء. هم بداوا بالفعل. الاردن عملت، الامارات، كل الدول المحيطه بينا عملت ده وتقدمت في مجال صناعه الدواء. احنا لا، حتى الان بنعاني عشان يطلع القانون، بقى لنا سنين طويله بنقول بيه، ولكن كل مره الوزاره وزاره الصحه المعنيه لا عندها احنا قادرين نشيل ملف الدواء. لا انت مش قادر تشيل ملف الدواء، انت عندك ازمه كبيره في ملف الدواء، انت كفايه عليك مشاكلك اللي موجوده عندك كوزاره صحه.